بسم الله الرحمن الرحيم باسمي وباسم الفريق الذي يعمل معي والسادة أعضاء مجلس الأئمة والعلماء أرحب بالسادة النواب والسيناتورز والسادة الحضور الذين شرفونا في هذه الأمسية وتحملوا مشقات المجيء ليساهموا في إنجاح هذه الليلة وجمالها. أيها السيدات والسادة، أكرر إدانتي لما حدث في سريلانكا ولما حدث من قبل في نيوزيلندا ولما حدث مؤخراً في أمريكا على معبد يهودي، وأقول إن محاولات الكراهية والإرهاب لن تفتت من وحدتنا ولن تزيدنا إلا إصراراً على المحبة والأخوة، وأيضاً لن نسأل عن ديانة الفاعل، لأنه بهذا الفعل الإجرامي قد تخلى عن ثوابت دينه وقيمه وارتكب الجريمة العظمى التي جاءت كل الأديان لحمايتها والمحافظة عليها. سيدات والسادة، كمواطنين استرال أولاً وكمجتمع إسلامي ثانياً، نريد أن تكون بلدنا استراليا في مقدمة الدول التي تحمي الحريات والكرامات وفي مقدمة الدول التي تنهض بإنسانها قبل صناعتها. وجميل أن يكون بين الأحزاب السياسية تحديات ومنافسات كلها تصب في نهضة الوطن وتعمل على تقدمه، وجميل أيضاً أن يصل الوعي السياسي بجماهير الأستراليين إلى هذا المستوى من الدقة واختيار النواب والقدرة على مساءلتهم، والأكثر جمالاً أن يسعى الوعي السياسي للنواب في تحقيق آمال الوطن والنهوض به والحرص على مصلحة المواطن وحريته وكرامته. الإخوة والأخوات، من موقعي هذا أهيب بكم أن تنقلوا لكل الأستراليين ضرورة أداء هذا الواجب العظيم بدقة وأمانة حتى لا تضيع أصواتنا. أيها الإخوة والأخوات، تدركون وندرك أن أستراليا تحلق في عالم التقدم عن طريق برامج سياسية واجتماعية واقتصادية كلها تنبع من الإبداع السياسي للأحزاب المختلفة، وفي مقدمتها حزب العمال وحزب الأحرار وحزب الخضر. فأهلا بكم في هذه الأمسية الممتعة الجميلة بوجودكم، وأهلا بالنواب الذين يمثلون الأحزاب الثلاثة في هذا التجمع السياسي العظيم. أهلا بكم في استراليا عمالا من أجلها وأحرارا فيها وعشاقا لجمال خضرتها والخضر فيها. أهلا بكم، ولكل استراليا ولاستراليا أهلا بكم، وأهلا بكل الأستراليين، وعليكم وعلى حزب العمال وعلى حزب الأحرار وعلى حزب الخضر وعلى كل السياسيين وعلى كل المواطنين في استراليا سلام من الله ورحمته وبركاته.